لو حبينا إننا نمثل علم الفيزياء في أداة من الأدوات اللي بنستخدمها حوالينا، فهتكون العدسة المكبرة بالتأكيد هي أفضل مثال على ذلك. حس إنه مفيش شيء صغير كفاية، دايما بندور على الأصغر، ومفيش حد بعيد كفاية، دايما بندور على الأكبر. فبعد ما كانت الكهربية بالنسبة لنا مجرد تيار ماشي في سلك وخلاص، إلا إنه بعد ما استكشفنا أكتر وكبرنا الصورة أكبر، لقينا انه كمان في فرق جهد بيزق التيار ده علشان يتحرك، وبعد فرق الجهد لقينا انه في قوة عكسية بتضد التيار دوت اللي هي المقاومة، ومنها وصلنا لقانون اوم وقلنا خلاص بس كده هو ده القانون الاساسي في الكهربية. الا انه برضو لما تعمقنا اكتر واكتر ظهرت لنا طبقة تانية تحت المقاومة ديت بتوضح لنا ماهية المقاومة دي ايه، وايه العناصر اللي بتتحكم فيها، او بالاحرى اللي بتحدد قيمة المقاومة، وهو ده موضوعنا النهاردة. اهلا بكم في راديو الثانوية. قلنا في الفيديو اللي فات لو فاكرين ان المقاومة موجودة في كل شيء حوالينا حتى الهواء اللي بنتنفسه، يعني كل شيء له مقاومة، مقاومة لكل الانواع وقرب يا مدام. واظن كده الصورة وضحت بنتكلم عن ايه. المقاومة النوعية، المقاومة النوعية أيها السادة هي أول عنصر من العناصر الخفية اللي بتحدد قيمة المقاومة، أو اللي بتقول المقاومة دي هتبقى قد إيه، ومن اسمها كده يدينا لمحة عن مفهومها ومعناها. حس إن المقاومة دي صفة مميزة للمادة، يعني بتختلف من مادة للتانية، كل مادة لها مقاومة شكل على حسب نوعها، زي ما بيقول كده الناس معادن والمواد مقاومات. يعني تقدر تقول ان المقاومة النوعية ديت حاجة داخلية خاصة بالمادة، حاجة طبيعية يعني بدعة ربنا هي كده، وبتكون عبارة عن رقم ثابت بيختلف من مادة للتانية، زي ما تقول كده حاجة في الدي ان ايه بتاع المادة، هي دي الرقم القومي بتاع كل مادة من المواد، بيعبر عن مقاومة مادتها لمرور التيار الكهربي، وده اول عنصر بيعتمد عليه قيمة المقاومة بتاعتنا. هل بس كده؟ استنى، هو عطاء الام بيقف؟ استنى. المقاومة النوعية هي جوهر المادة، وحس اننا مش عايشين في مجتمع مثالي، فزي ما اعتمدنا على الجوهر لازم نعتمد كمان على المظهر، والمقاومة لا تشذ عن هذه القاعدة، مشي بالمظاهر برضو. حس انه شكل المادة بيأثر على قيمة المقاومة، والشكل هنا بياخد منه حاجتين، الطول ومساحة المقطع. فلو هنعمل من المادة اللي عندنا دي ايا كانت سلوك للتوصيل، فطول السلك هيأثر في قيمة المقاومة، وكمان مقاس وسطه يعني مساحة مقطعه، يعني تقدر تقول ان المقاومة ديت هتتوقف على اذا ما كان السلك طويل او قصير وتخين او رفيع. بالنسبة للطول بنرمز له بالرمز L، وده منطقي انه يؤثر في المقاومة، حيث انه كل ما زاد طول السلك كل ما زادت مقاومته. ده ليه بقى؟ لان التيار هياخد وقت اطول، وحيث ان التيار بيعتمد على الوقت، او هو معدل مرور الشحنات الكهربية في السلك، وطالما معدل مرور الشحنات الكهربية يبقى معدل في الوقت، اذا كلما كان السلك طويل كلما خد وقت اكتر عشان يعبر هذا السلك، وبالتالي بتقل قيمة التيار، وطالما بتقل قيمة التيار اذا بتزيد مقاومته. عكس الكلام دوت بتلاقيه في مساحة المقطع او في سمك السلك بتاعنا. ليه بقى؟ لانه كل ما زاد مساحة المقطع يبقى هيمرر تيار كتير، وطالما التيار زاد يبقى المقاومة بتقل، زي ما عرفنا برضو في الفيديو اللي فات واللي كنا اتكلمنا فيه على قانون اوم. يعني كده عندنا تناسب طردي بين المقاومة وطول السلك، وعندنا تناسب عكسي بين المقاومة ومساحة مقطع السلك، وده اللي بيوصلنا للقانون الاخير بتاعنا، ان الار بتاع السلك الاخيرة الكلية بتساوي الرو اي اللي هي المقاومة النوعية في ال على ايه اللي هو طول السلك على مساحة مقطعه. اذا المقاومة يا سادة بتتناسب طرديا مع طول السلك، لكنها بتتناسب عكسيا مع مساحة مقطع السلك او سمك السلك، وهي دي يا سادة ماهية المقاومة النوعية، او الطريقة الاساسية اللي بنحدد بيها قيمة المقاومة اللي عندنا. الجدير بالذكر بقى انه كمان في مصطلح تاني عكس المقاومة النوعية دوت، وهو التوصيلية الكهربية، ودي ببساطة هي قدرة المادة على توصيل التيار الكهربي، وهي نفس قيمة المقاومة النوعية ولكنها بتكون بأس سالب. وعلشان تعرف الفرق بين التوصيلية الكهربية والمقاومة النوعية، فاحنا هناخد مثال مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في نهائي الكاف. الزمالك دخل في جونين، فتقدر تقول ان المقاومة النوعية لدفاع الزمالك هي بتساوي 2، لانه لم يسمح الا بدخول هدفين بس، جولين فقط. التوصيلية الكهربية بقى لدفاع الزمالك هي نفس الاتنين، لانه ساعتها هنقدر نقول ان كمية الاهداف اللي يسمح بيها دفاع الزمالك بالمرور هي هدفين برضو. يا دكتور
فتقدر تقول هي نظام ودنك منين يا جحا. العلاقة بين التوصيلية الكهربية والمقاومة النوعية هي نفس الرقم، ولكنه بيكون احدهما بأس سالب. يعني كده التوصيلية الكهربية بتكون بالأس السالب، يعني نقدر نقول ان السيجما اللي هي التوصيلية الكهربية بتساوي مقلوب المقاومة النوعية او 1/ρa. وهو ده كل اللي كان عندنا النهاردة. كان فيديو سهل وبسيط عن المقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية، وارجو ان انت تكون فهمت الحاجة البسيطة ديت لانها مهمة جدا عشان الفيديوهات اللي جاية. الفيديو الجاي ان شاء الله التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي والمقاومة المكافئة او المقاومة الكلية عن هذه التوصيلات. فما تنساش تشير الفيديو ده لكل الناس، ولو في اي اسئلة سيبوها في الكومنتات. وكمان في كويز لطيف بسيط لازم تحله علشان ندربك على المفهوم دوت. وبالنسبة للمسائل هيبقى فيه لها فيديو مجمع ان شاء الله. واللي مشتركش في القناة يشترك، واللي مشترك يفعل زر التنبيهات. وحتى موعد العلم القادم ابقوا على علم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.